ليش هيك عم تعملي معي؟ أنا شو عملت لك؟ أنت كمان بنت مثلي، كيف ممكن إذا سمعتي بهالطريقة برأيك؟ جاوبيني شو رح أستفيد من هيك يعني؟ معقول إذا سمعتي؟ نيكيتا وإنت نيكيتا لا تدافعي عن حالك، لأنه كل اللي عم تقوليه أنا مصدقته وما بيهمني رأي أي حدا تاني، أنا مصدقتك. جلالتك أنا مضطر وقف بصف بريا اليوم. معقول يا بري مع بريا؟ بريا عم تقول الحقيقة، أرجون مستحيل إنه يعمل هيك أبداً. شو السبب لحتى يعتدي على نيكي؟ طيب شو هو الدليل إنه أرجون كان بده يعتدي عليها؟ جاوبيني. بس ليك في وحدة بالأصل شافت كل شي بعينها، هي كانت شاهدة على كل شي وبتعرف كل شي، وهالبنت اسمها سومان. سومي؟ اي يا بريا، رفيتك سومي، هي شافت كل شي عمله أرجون وتركتني معه وراحت بسرعة. انت يمكن ما توثقي فيني بس أكيد بتوثقي فيها، وإذا مو صدقتيني اسألي سومان وشوفي شو راح تقول، وأنا وقتها مستعدة لكل شي بتطلبيه ورديالي بحكمك. ماشي سومان. سومان وقفي عندك يا بريا، خلاص أنت ما في داعي إنه تنادي لسومان أو لأي حدا تاني، وأنا ما راح أسأل حدا لأنه بيكفيني اللي شفته بعيني. اللي صار بيسيء لسمعتها لنيكيتا. ما عندك مشكلة تسيئي لسمعت رفيقي؟ انتي عم تسمعي هالاتهامات ومصدقتيها بس لأنك عم تحاولي انه تبقي واقفة بصف بنت رفيقتك، هي مو عدالة جلالتك، وانا ما بسمحه تحت اي ظرف انه ينظلم رفيقي بوجودي. انتي عم تتجاوزي حدودك كتير يا بريا، وانا مستحيل اسمح انه يصير هيك شيء، ولو ما كانت المسألة بتتعلق بسمعة القصر كنت خليتهم يزتوا أرجون برات القصر من زمان كتير وفورا، بس انا ما بدي اعطي فرصة للصحافة انه يحكوا علينا شو ما بدهم. مشان هيك من الأفضل يطلع أرجون بكرامته من القصر. حاضر جلالتك. لا أرجون، أنت رح تضل بالقصر إذا مالك مصدقة أنه أرجون ما عمل شي أبداً. بدي تعطيني شوية وقت وأنا مستعدة أثبت لك أنه أرجون ما عمل أي شي، أرجون بالتأكيد بريء. خلاص ما في داعي لتعملي شي أبداً، لأنه أرجون بده هلأ حالاً يطلع من هذا القصر وما يرجع، ومستحيل لحظة تانية يبقى عنا بالقصر. إذا بتريدي لحظة شوي، إذا بريا حاسي أنه أرجون بريء من القصة فنحن لازم نعطيها فرصة، هاي عادات القصر من زمان لأنه ما بيصير يتعاقب حدا بريء بزم ما عمله. يعني يمكن تقدر بريا تثبت براءة أرجون من القصة كلها، وإذا ما قدرتي تثبتي هالشي فوقتها رح يطلع أرجون برات هذا القصر، برات حياتنا كلها. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.